Hey, Joaquim. Okay. Hey, Joaquim. Hey, Jay, hey, 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 groei. Het werd dat ze uit de beest. Wat zie je, gemeen? Hey, nee, nee, hey, ja. Wat is jouw rot? Hey, Joaquim, dansje, hey, hey. Ja, alle plezieren, mijn vriend. Hey, Jay, het werd uit de beest. Wat is dat, habibi? Wat zie je, gemeen? We zijn op het tattoo, zo ga je er vinden. Leg je bij, leg je. ما تلدني ولا حاجة كده من الممثلين اللي هم القدام كده عينينا يا غوية دلوقتي هنقلد الفنانين مع لجنة من الفنانين بيراب عليهم الفنان محمود البليجي في امتحان ثانوية عامة بيراب عليهم بيقول لهم ايه؟ وشرف وشرف البيضة في كل اعتبار انا اللي مش هيبص فرقته يا ابني بين دخله اخله سابله في الثانوية العامة كل اهلكم بدرفة صرفة دب قلبها كل واحد يغش ما يغشش ويخلص اواب اواب لسه ما خلصتش كلابه يا حسن يا بارودي حسن يا بارودي يا ابن ارجوك الحرميه دخلوا من البلكونه وصاروا المجوهرات تخرب بيتك يا عبد البديع يا مسهور طول الليل سهران ما ذكرتش حاجه ابدا خلاص يا ابني اقعد وبص فرقتك لسه ما خلصتش كلابه يا ابني انت يا عادل يا ادهم بتغش باللي جنبك ببرشاب وحطه في جيبك ابش اخرج بره النجده انا مش غشاش يا سعاده بيه ما فيش شك انك انت ظبطت ال 50 قرش في جيب القميص يبقى مش بتاعتي انا تبقى بتاعتي القميص ها يا قطه خلاص يا ابني بالك مزقطت ليه كده يا محمد يا رضا محمد يا رضا يا ابني ارجوك ان كنت حليت اخرج بره النجده يا سلام يا جدعان ربنا المعبود انا عمري ما شفت امتحان بالحلاوه واللذاذ والطعام ده يا سيادنا امتحان اكيد سندوتشات ربنا المعبود يا جدعان خلاص يا ابني اقعد اهدى اهدى يا احمد يا حداد معاك شنطه بتبيع فيها في قلب اللجنه ابش اخرج بره اعمل ايه يا اخويا؟ يا ابني ادفع علي السنه السوخه يا اخوان مش عارف احل كل واحد اقول الدنيا سؤال يقولوا علي رغاية زي ما ده اسمه كلام ولا كلام يا اعمل ايه اقعد تابع في اللجنه عشان ما حدش يغششني معايا فليات تورش تجيب بها املاك معايا سكينه تقطع بها الحظ وبلا تشوف فيها الخيبه تعالى يا اخويا تعالى يا واد يا مزر ابو اللجنه تعالى خد لك فلايه تغالى تغالى يلا حلوه حلوه هات فلايه اهرش اجيب بها املايه يا حلاوه خلاص يا ابني قيام يا ابني منك له سياده الموجه جاي استفاد باشا رست عيبك يا محمود افندي عيبك يا محمود افندي انك انت ما بتعرفش تعامل رؤساك ازاي انا صحيح خدت سندوتشين الفراخ دول علشان اهديك بسندوتش واحد منهم يا حبوب خلاص يا ابني خلاص يا سياده الباشا كله هيقعد بس فرقته ويحل اهدى لسه ما خلصتش كلام يا يوسف يا وهبي بتغش من توفيق الدين امشي اخرجوا بره النجده يا من عجيبتي الشباب انا راجل كبير ما عدتش اعرف حاجة في الحساب يا توفيق والسؤال الخامس بيقول جيبك فيه 5 قروش ويع منه 3 قروش يفضل كام يا توفيق؟ يبقى في غرب يا احلى من الشرف مفيش ابو لبونه المعبود يا خوش